طويل الفوسفات، هذه البقايا يتم التخلص منها. طيب مات الفوسفوجيبس في البحر، نحكوا على وحدات الحامض الفوسفوري والكبريتي، واليوم هذا هو القرار اللي خرج. لكن القرار بعد 8 سنين ونص، بعد معناها 8 سنين ونص احنا نعتبروها مدة كبيرة. كذلك القرار اللي خرج ما فيش ضمانات، بمعنى ان اللي تعودنا به منذ سنوات هو قرارات لا تنجز، قرارات ما فيهاش ضمانات، منين باش يجيبوا الفلوس؟ المشاريع الكبرى راهو مشروع نتاع قد يصل الى 4000 مليون دينار، مش شوي، قرابة 2000 مليون يورو، مش شوي. أنا الواحد يولي الواحد صدره ولا يخلخل، أنا الأول نتنفس بالفشفاشة، أمي كيف كيف، خويا لنهارين بركة كيما يقول فيها عندي توبة براسك 7 شهور وشوية، مرض الكونسير كله. بيدين الكل ما عادش فيهم حيل، الحيل ما عادش فيه، بتشحي فيهم كل يجروا كبل العراب باش ياكل الماك. مازال عندهم الحيل. تشمي تحت الريحة غاديك، احنا نرقدوا تحت راسها. صب علينا كله.